بالنسبة لمروة متزوجة 11 سنة وطلقت مرة وبعد كده رجعوا ولبعض بالطريقة اللي هي قالتها، وبعدين بتقول بعد كده لما رجعوا هم عايزين يرجعوا يتطلقوا مرة تانية، وهم شايفين ان الحياة يعني مش مستقيمة. أنا دايما يا مروة وبنصح بهذا الأمر، يعني أحيانا مش عايزة أقول في كثير من الأحيان، بس هو أحيانا بيفتقر الزوج وتفتقر الزوجة إلى فكرة إنها تعرف تتواصل مع الزوج والزوج يتواصل معها، بالذات في مرحلة الخلاف. ده حتى أحيانا بتكون في مراحل إن إحنا إزاي نعيش مع بعض بطريقة يعني لطيفة، أنا أراعيه وهو كمان يراعيني، بيحتاج تفكير طبعا ورعاية الآخر، رعاية اللي قدامي ده، أعرف منطقه وثقافته وإزاي تربى وإزاي كبر، لأنه أحيانا طريقته في التعبير عن الأشياء بتبقى مختلفة عن الطرف الثاني، فهو يسيء فهمها وهي كمان تسيء فهمها، وأي حاجة بقى نعمل منها مشكلة بالمنظر ده، يعني أنتوا بتختلفوا على شيء يحل جدا. فلا أنصح أبدا بالطلاق ابتداء، لازم أقول هذا الكلام، لأنه في أسرة وفي أولاد، وانت متصوره انه موضوع ان انا اخد الولاد وامشي كده الامر سهل، وجود الاب حتى لو انت شايفاه مستهتر ومهمل وما بيعملش وما بيسويش، ما انت اتجوزتي وفي اولاد بقى، يعني انت اخترتي ذنب الولاد دي ايه؟ ابوهم كده قدامهم نعمه بكل اللي انت شايفاه ده، فكوني افك رباط الزوجيه مش حاجه سهله. الامر انا شايفاه يحتاج للحكمه. الحكمه يعني انا عايزه وسطاء خير، طالما انا حاليا لسه مش عارف اوصل للطريق الصح ازاي اتعامل معاه وازاي هو يتعامل معايا، واحس ان انا اوصل للمرحله اللي القران ادهلنا معبر عنها ببضع كلمات، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، هو ستر وغطى وعفه وحمايه لك وانت كذلك منه بالمثل. اما نوصل لحقيقه المعنى ده هيبقى لا ارضى له ما لا ارضاه لنفسي، وهو كمان. طب احنا مش عارفين لسه، او لسه احنا ما احنا عندناش النضج الكامل، هنحتاج بقى وسيط. شوفي حد عاقل والجئيل وقولي له حل المشكله، بدل ما انت يعني واخداكي لو هو يعني مش بيحسن التفكير زي ما انت بتقولي، احسني انت التفكير عشان ولادك، انت مش بتعملي ده عشان نفسك بس، انت بتعملي ده صحه نفسيه لولادك، يطلعوا يلاقوك انت وهو حتى لو كان بينكم ما بينكم. لكن الى حد ممكن نصلح، اصل دي مش مشكله ان هو مش راضي، هو بس عايز حد يكلمه بطريقه يعرف يدخل له في طريقه الكلام، انت بيع شقه من دول وانقل، او ياخد ايجار زي ما حضرتك بتقولي ويقرب نفسه من العمل والاسلوب والطريقه. ما انا برضو مش عارفه انت بتكلميه ازاي، واحيانا الناس احنا الشخصيات بتبقى لها مفاتيح، هو انا باجي اقوم خبط نفسي بالباب عشان ادخل مكان انا عايزه ادخله، ولازم مفتاح وحاجات معينة عشان أقدر أفتح الباب وأدخل. نفس القصة النفوس بتاعة البشر، وإحنا بناخد يعني بنحكم قبل ما ندرس. الأمر يحتاج لحكمة واستخارة واستشارة. الاستخارة يعني دعاء، دعاء الاستخارة يعني مش قاعدة مستنية الإلهامات لا، أنا بستعين بالله، هو دعاء استعانة كما قال أهل العلم، هو دعاء استعانة، أنا بستعين بالله، ما فيش حاجة أنا بخطوها في حياتي إلا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني، وعقلي صاحي وبفكر وأشوف إيه المصالح وإيه المفاسد وأوازن بين الأمور عشان أختار الأصلح، مش لنفسي بس، ليا ولأولادي. نقطة تانية اللي سيادتك سألتي فيها مسألة الطلاق على الإبراء. الطلاق على الإبراء لا مانع منه شرعا، وقلنا الكلام ده قبل كده، ما دام بالتراضي بين الزوجين وتنازل المرأة عن حقها، هل هو جائز ولا مش جائز؟ جائز، طالما هي قبلت هذا الأمر، هو أنا أسقطت حقي في الأشياء، فتنازل المرأة عن حقها جائز في مقابل الحصول على الطلاق، هذا الأمر برضو لا شيء فيه بناء على أنه ده دار بينكم على الحال اللي حضرتك ذكرتيه. أرجو أن يدخل بينكما مصلح بخير، أرجو وأتمنى ذلك. فكري في ولادك أكتر من كده شوي، معلش وإنتي متحملة وجاية على نفسك تؤجري وتثابي. ودايما بفكر حضراتكم بالحديث والواقعة اللي حدثت، ولفتت انتباه أمنا العظيمة السيدة الكريمة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما دخلت إلى بيتها امرأة ومعاها بنتين، فهي قدمت لهم 3 تمرات، فكل واحدة خدت تمرة،
فالبنات استطعم يعني استطعم التمر من الام، طلبوا انهم ياخدوا اللي مع امهم دي يعني عايزينها، فطلبوها من امهم حطاها لسه بقى هتاكلها او حطيتها في فمها، فراحت اخرجتها وقسمتها نصفين بين بنتيها. اعجبت جدا السيده عائشه بهذا الموقف. الحديث ده توقفت عنده كثيرا، وتوقفت عند فقه امنا السيده عائشه وجمال نفس أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ما مرش عليها الموقف كده، الأم اللي خرجت التمرة من فمها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل ابنة نصف، لما سألتها البنتين دول سألوا أمهم ادينا التمرة دي، فراحت أمنا السيدة عائشة تحكي الموقف للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لها بها الجنة. يعني بنتذكر هذا الحديث ونذكر بعض، إذا كان وجبت لها الجنة بتمرة فما بال امرأة تقدم حياتها، والحياة قد تحتمل، فقد تحتمل مع دخول وسطاء الخير يا صاحبة السؤال. وأسأل الله العظيم أن يوفقك إن شاء الله لإصلاح الحال، وأن يجعلك قرة عين لزوجك ويجعله قرة عين لك، إعمار الأسر ورعاية إعمار الأسر مقصد عظيم جدا، مش بس للمجتمعات، هو سبيل عظيم لإصلاح المجتمعات وسبيل أعظم في قوة الأوطان.